ايه بقى السبب؟ طيب خليني اروح للاستاذ ايمن ابو عايد الناقد الرياضي واساله، يعني الوقفه الاحتجاجيه دي، يعني انا بقول الاسباب ان في بعض الاختيارات في البدايه ما كانتش يعني فيها تأني، او اختيارات ممكن تكون تواكب الحدث اللي موجود في نادي الزمالك، لان الموضوع بقى حساس قوي لدى جماهير نادي الزمالك والجماهير العموميه لنادي الزمالك. استاذ ايمن تحياتي لحضرتك. مساء الخير عليك يا مساء كابتن الورد. فاروق، وتحياتي لكل مشاهدينا. يا اهلا وسهلا استاذ ايمن، يعني رايك في اللي بيحصل دلوقتي داخل نادي الزمالك؟ والله انا يعني مشفق على نادي الزمالك ومشفق على جمهور نادي الزمالك، وشايف اللي حصل او اللي بيحصل هو استمرار لحالة التخبط الإداري، بداية من عدم تنفيذ قانون و استقالات ثم الرجوع فيها ثم استقالة ثم تعيين لجنة ثم بعد أسبوع أو لم تكمل أيام ويتم تغيير رئيس اللجنة أو المدير التنفيذي. يعني برضو أنا مع احترامي لمعالي الوزير الدكتور أشرف صبحي، ومع احترامي للمهذب المحترم الدكتور عماد البناني، ولكن أنا شايف إنهم الاثنين وضعوا أنفسهم أو نفسهما يعني في مرمى النيران، ويعني أثار الكثير من الجدل. أولا الدكتور عماد يعني ليس هو عضو بالنادي الزمالك، وممكن ربما منصب المدير التنفيذي لا يمنع من أن يكون من خارج النادي، ولكن كان يجب، ونادي الزمالك لديه من الأعضاء وال العاملين بالنادي مثلا أو عضوية النادي من الكفاءات الكثير والكثير، كان ممكن من الممكن الاستعانة بهم، أو على الأقل الاستعانة بأحد العاملين في وزارة الشباب الرياضة لتسيير الأمور لحين الإعلان عن الدعوة لعقد جمعية عمومية والتسريع بالانتخابات كل هذه الأمور. لكن ما بني على خطأ فهو يعني خطأ. أولا مع احترامي للجنة الأولى وتعيين سيادة اللواء فيها، كان هناك تحفظ عليه أيضا أنه أحد المتضررين من مجلس الصوت من المستشار مرتضى منصور، فيعني كان يجب أن نلاحظ أو نلحظ أنه ربما يكون حتى لو فوق كل تصرفاته يعني هدفها الصالح العام، ولكن سيحملها البعض تصفية يعني شبهة حسابات. الانتقام أو شبهة تصفية تصفية حسابات. حسابات. ولكن ما دام الأمور وصلت إلى هذا الحد، أنا يعني شايف طبعا الوقفات الاحتجاجية، وبكرة تقريبا في دعوة أيضا لوقفة احتجاجية، وكنت أتمنى طبعا من الأخ والعزيز الدكتور عماد البناني كان ينأى بنفسه عن هذه المهمة ويعتذر بعد أن شعر برد الفعل فور صدور القرار، ولا يعرض نفسه لمثل هذه الأحداث. ولكن حتى لو إذا ما الجزء المهم وهو ان يعني وزارة الشباب والرياضة يهمها بقاء نادي الزمالك في احسن حال بوجود شخصية إدارية زي الدكتور عماد البناني، ان هو يعدي المرحلة دي حتى لو مش ابناء نادي الزمالك، هل ده ممكن يضر؟ يعني هل ده ممكن يبقى يعني حاجة وحشة؟ ما ما هو انا ممكن لسه تكون كنت النية كده يا استاذ ايمن. ايوه طبعا انا عارف النيه، بس انا عشان انا لسه كنت هكمل واقول لك، ما طالما الامور وصلت الى هذا الحد ولا رجعه في القرار، ولا يمكن انك انت يعني لا معالي الوزير ولا الدكتور عماد البناني يقدر حتى هذه اللحظه ممكن يتراجع، لانه عواقبه هتكون ربما سيئه اكثر وعليهم هم نفسهم يعني او في مواقعهم. ولكن انا كنت اتمنى من الجمعيه العموميه او الاعضاء المعتصمين او المعترضين، طالما هذا التكليف لفتره محدده وتسريع بتحديد المواعيد الدعوه للعقد الجمعيه وتحديد فتح باب الترشيح وتحديد موعد الانتخابات، أن تستمر هذه اللجنة بقيادة الدكتور عماد البناني لإنجاز مهمتها في أسرع وقت دون شوشرة، لأنه إذا ما تم اعتذار الدكتور عماد أو التراجع عن قرار الدكتور عماد،
سيدخل نادي الزمالك في دوامة هتكون لجنة ثالثة، وربما البعض يعتذر، هندخل في مراحل. أنا شايف إن إحنا نستثمر الفرصة بقرار أو البيان اللي صدر اليوم سريعا عن هذه اللجنة بتحديد موعد فتح الدعوة انت عارف في للجماهير حاله، عموما. في حاله رحيل يا استاذ ايمن الدكتور عماد البناني هتبقى 3 لجان في اسبوع، دي يعني ما هتبقى أنا ما عشان كده بقول لك إحنا علينا أن نهدى ونستثمر الفرصة، خاصة أنه يعني أنا معاك ليس بالضرورة أن يكون المدير التنفيذي من أبناء النادي، والدكتور عماد البناني راجل وصل لمنصب رئيس المجلس الأعلى للشباب للرياضة قومي ورئيس قومي اتحاد للرياضة. الجمعية، فأنا الأنشطة الجمعية، فأنا شايف إن هو ما هوش يعني يهدف للحصول على منصب أو طامع في منصب، ثانيا ان هو لا يحق له الترشيح. فانا بنأى برضو بكل اعضاء الجمعيه العموميه او الذي كان ممكن انا اجيبه في هذا المنصب ان هو يكون عنده هدف انتخابي او ميول انتخابيه. فانا شايف ان احنا الراجل جاي يؤدي مهمه محدده يعني لا تتجاوز هنتكلم شهر ثلاثه ونص، شهر ونص تقريبا. اه، شهر فيعني ونص. احنا نديله الفرصه.